نروح لنادي المقاولين العرب. معايا على التليفون المهندس محمد عادل، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولين العرب. باشمهندس محمد، اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الورد. اهلا بيكم، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وصل حضرتك الخطاب ولا لسه لم يصل الخطاب المتعلق بالمساحات وصل والتحمل؟ الخطاب طبعا. اللي قريته دوت وواضح جدا، بيتكلم على المساحه. على المساحه. بس احنا عشان نتكلم على رافضين هذا الموضوع شكلا وموضوعا وكل شيء. وما استرد اللي انت قلته انا معاك فيه. انت خرجت القصه بالظبط. اللوائح قالت هذا الكلام، لكن الانديه كان قرارها عشان الاستثمار الدولي وعدم المقدره الماليه لهذا الكلام، طلع الجواب الثاني اللي من اتحاد الكوره اللي بيقول هذا الكلام. واحنا كنادي مقاولين عرب كنا ملتزمين بالاعداد، لكن كنا بندفع اكثر من كده لما بنعمل 40 او 45. ثانيه واحده، يبقى انا عندي واقعه باثبات اهو عشان برضو المشاهد يبقى موجود معانا. يعني حضرتك لما كنت بتزود على 33 كنت حضرتك بتحاسب؟ عندي ما يثبت هذا الكلام. كنت بتحاسب فوري يا فندم ولا من خصم مستحقات في قلب بعضها؟ ما يثبت هذا الكلام. انا اسف، يمكن حضرتك ما سمعتش السؤال. بقول لحضرتك، كنت بتحاسب فوري ولا كنت بتدخل مستحقات في قلب مستحقات عندك لدى اتحاد الكوره؟ يعني اتاكد لك من هذا الكلام، لكن ثقه الاتحاد الكوره ما بيدفعش من اي حاجه عليه. ماشي. عموما يعني. طيب يبقى فوق ال 33 كنت بتحاسب حضرتك؟ فواتير متاكد منه، فواتير للمعارض، وهجيب ما يثبت. تمام، او عندي ما يثبت ان انا كنت بدفع اكثر من 33. طيب ماليش دعوه بقى، لجنه بتفتش. اذا كان اللائحه كانت بتقول وما غطوش نفسهم بعد هذا الجواب ان هم يعملوا تعديل في اللائحه، مش مسؤوليه الانديه. الانديه بتأن مش 3 مليون جنيه. انا ما اخبيش عليك، انا لما شفت الجواب ضحكت لان انا نظري ضعيف، يمكن 3000 جنيه ولا حاجه، فبسيطه. بسيطه اللي انت بتسقطها 3 مليون جنيه. اللي جات له الجرأه انه يبعت للانديه الرقم ده، واحنا عندنا كام 3 مليون جنيه؟ احنا عارفين نصرف على اللعيبه. ولا النهارده بتفرض عليا كنادي بلعب ماتشات اللي المفروض على ملعبي لبعض الانديه، على سبيل المثال بلاش نقول امثله عشان ما حدش يفتكر ان احنا ضد بملاعب اخرى والماتشات بتاعتي انا، وبدفع ايجارات ملاعب وبدفع فنادق. وبعدين مع احترامي للي هو بتكلم على البرزنتيشن او على الشركه، رايح الشركه بقى تدينا ايه يا كابتن ابراهيم؟ يعني ولا ما بتفتحش مبدئيا، ما حدش بيدور عليها ولا حد ولا تعليم فينا. يعني بترفع جوابات وبترفع قضايا ولا تعليم فينا، لان ما فيش حد يرعى الكره المصريه. خلينا نقول ما فيش حد يرعى الكره المصريه. زي تقول الانديه 3 مليون، تعال ما تسجلش لما تدفع كل اللي عليك ويبقى لك مديونيه الاتحاد، لازم تطلع شيكاتك عشان تدفع كل اللي عليك. معقول هذا الكلام؟ الانديه هتجيب منين؟ اذا موقفكم هو موقفكم ايضا يا باشمهندس محمد هو الرفض التام لتحمل اي تكاليف. رفض تام، الرفض التام لهذا الموضوع. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكره بنادي المقاولين العرب.